أوضح الرئيس السيسي أن الدولة بدأت في تنفيذ المشروعات في ظروف غير عادية. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تكافح في مسيرتها التنموية لوضع مصر على الخريطة العالمية بما يمثل مستقبلا جيدا لمصر وأبنائها. أنت بتضغط على نفسك وبتضغط على مواردك عشان تعمل كده، بس أنت مضطر تعمل ده عشان تحط نفسك على خريطة بتقول فيها أن الدنيا بتتغير، وبتقول فيها ان في محاور بتخلق اخرى، ومن حق الناس كلها انها تطور وتستفيد من موقعها، ومش بس من موقعها ومن قدراتها. انا عندي قدرات ماليه وعندي فوائد، من حق ان انا، مش انا مصر استخدم، انا اي انسان، انا اي دوله. طب احنا هنقعد من غير ما نتحرك ونسيب بلدنا ونسيبها كامل؟ بلدنا انا كان ممكن، هو كامل بيقول كده، ما هو ده الفكره وخلاص كفايه، لكن احنا لازم نقول ليه ونشير ان 25 سنه ما زودناش. طب هي في عمر الدول حجم التطور يقعد بال 25 سنه؟